المصيف. المصيف زمان وتحديدا قبل اختراع لمؤاخذة العوم الكلابي كان يمثل الانطلاق والحرية والبلبطة تحت المياه دون إيذاء مشاعر الآخرين. لكن المصيف بقى دلوقتي وتحديدا بعد اختراع رحلات اليوم الواحد بقى حاجة تانية خالص. الناس بتاعت زمان يا نشأت تحس انها كانت بتحترم البحر وهي بتعوم، تحس انها خايفة تصحي السمك، والعدد على الشط قليل والدنيا رايقة وبتاع الفريسكا شكله حلو ويفرح القلب. كل حاجة زمان كانت حلوة قوي الحقيقة. السنة اللي فاتت يا فاطمة رحت اسكندرية بالقطر، ولسه يا دوبك خارج من محطة سيدي جابر لقيت لك ناس كده قاعدة بشماسي وكراسي. انا بيني وبينك افتكرتها في الاول كافيتيريا. امال طلعت ايه؟ طلع بلاج يا فاطمة، الناس مش لاقيه مكان على البحر فبتنزل من القطر تفرش وتقعد. العيال بتلعب على قضبان القطر بالجردل والجروف. يعني بيلعبوا في الشارع بالمايوه؟ لا يعني بص يا فاطمه، هو مش مايوه قوي يعني هو ماشيه مايوه. عموما احنا ما بنلبس يوه، قصدي ما بنعممش، لان لسه في ناس بتحتفظ باخلاق مايوه الزمن الجميل. بس للاسف الناس دي معهاش فلوس تصيف. وعشان تعرفوا احنا عايزين نقول ايه، تعالوا نسمع حركون افندي وهو قاعد مع مراته الست فواتح على الشط بيقولوا ايه. وعشان نتخيل اكتر، المكان احد شواطئ راس البر، الوقت نهار سنة 1944. ما تيجوا نبلبل. بحب اتنين سوا يا هنا يا بحبهم، بحب اتنين سوا يا هنا يا بحبهم، المية والهوا جنبوهم. شايفة البحر يا فواتح؟ تشعري انك بتتفرجي على كليب، اللون الازرق طاغي على البحر، الامواج بتتلاطم في حنو وادب جنب. فعلا، والرمان ناعمة كما الهريسة وتعمها الصفرة. الجو خلاب قوي يا سي حركون، ما تنزل تبلبط شوية. حبلبط يا فواتح، امال احنا جايين المصيف ليه غير عشان نبلبط؟ بس الأسعار بقت نار قوي يا فواتح. فعلا، الشمسية بقت ب25 قرش، والكرسي بقى ب15 صاغ. الأسعار زيادة 5 قروش عن العام الفائت. أنا بفكر نجيب ملاية ونفرشها على الرمل للتوفير. عيب يا فواتح عيب، مش إحنا اللي حنكسر النسق العام للشط؟ لكن أنا ملاحظ إن الزحام والتكدس على الشاطئ بقى شديد العام ده. شايفة يا فواتح؟ في أكتر من 6 أسر متوسط العدد على الشاطئ. فعلا شيء محرج، الشمسية بتبعد عن الشمسية 25 متر بس، ما بقاش في مراعاة للخصوصية، ضحكتهم بتتهادى لما سمعي. رأس البر خلاص يا فواتح، ما بقتش زي زمان. المستقبل اللي جاي هيبقى البلطيم، بيقولوا هناك عاملين زحليقة عملاقة ترتفع لأكثر من 3 متر عن سطح البحر. بيقولوا إن الواحد يركب عليها ويروح متزفلط نازل في المية. ما شاء الله، العلم اتطور قوي يا حركون، والنبي تودينا، نفسي اتزفلط على المرجيحة. عيب يا فواتح عيب، بلاش رعونة، احنا كبرنا على الزفلطة. هما لو عرفت اللعبة الجديدة اللي جابوها هتقولي ايه؟ قول بسرعة، ما ثرش شهيتي. بصي يا ستي، لعبة جديدة كده عاملة زي الحمار الخشبي، عمود خشبي طويل مسند على حمار خشبي من المنتصف، وفي كرسي من الجهة دي وكرسي من الجهة التانية، وكل واحد بيركب على كرسي مستقل منهم. وقال ايه يا ستي، انت ترتكزي وتنزلي بتقلك، اروح انا مندفع لأعلى، ثم ارتكز انا وانزل بتقلي، وانت تندفعي لأعلى، وهكذا دواليك. ما أحلى الانطلاق والنسيم يطير شعورنا، أنا لازم أركب الحمار الخشبي يا سي حركون. تعجبني فيكي طفولتك يا فواتح، ده اللي خلاني أختارك رفقتي. عن إذنك. على فين العزم؟ حبلبط شوية، تحبي تيجي معايا ولا أجيب جردل وطرطش عليكي؟ لا اتفضل أنت، أنا ممنونة بصفاء الجو، أتمنى لك يوم لطيف. أشكر سعة صبرك. إذن مساء الخير. وعشان نعرف الفرق أكتر، تعالوا نسمع الأستاذ عاطف مدير البحر وهو قاعد على الشط مع مراته مدام ثناء،
وعشان نتخيل أكتر، المكان أحد شواطئ الإسكندرية، الوقت النهار سنة 2016، ما تيجوا نصيف. قاعد على البحر وعليا معايا ودماغي متكلفة، عامل لنفسي 30 حكاية مكتوبة متلفة. هيا سناء، عاجبك البحر يا وزة؟ عشان بس تقولي لأمك إن جوزي مروشني على الآخر ووداني إسكندرية أهو. هو فين البحر ده يا عاطف؟ انا شايفك يا راسي وشمسي بس. يا وليه ما يبقاش قلبك اسود كده؟ انت لو مشيتي ال 100 متر دول هتوصلي للبحر، بس اوعي تدوسي على حد يا ثناء. طب يا اخويا هات لنا كرسي ولا شمسيه، انا رجلي فقفقت. الشمسيه ب 50 والكرسي ب 25. افرشي الملايه وطلعي حله الكوارع، يود البحر بيجوع يا ثناء. لكن اللي قال يا اخويا، هي ميه البحر صفرة قوي كده ليه؟ صفرة ايه يا ثناء بس؟ انت يا ثناء والله اصلهم يعني لا مؤاخذه مش عاملين حمامات على الشط. موسم بقى يا ثناء، وكل سنه وانت طيبه حبيبتي يعني، والعيال بتشرب ميه البحر وبتتحسر بقى ويفكوا بقى ثناء. امال لا مؤاخذه، ايه الاولح السمره اللي في البحر دي؟ هو ده يا اخويا خيار البحر؟ خيار الله يعافيك يا ثناء. ده مش خيار البحر يا ثناء، اصلهم علشان ما عملوش حمامات على الشط، العيال لا مؤاخذه بايته في البحر من امبارح. مصيف بقى، كل سنه وانت طيبه ثناء. الله، والعيال يعني الحقيقه مش لاحقه تمسك نفسها بقى ثناء، وكله كده عايز يعني. امال احنا هننزل ازاي؟ ده المايه شبه رشاح مستورد. نص ساعه وهتاخدي على الريحه يا حبيبتي. بربطي بقى براحتك بقى بربطي، بس اسمعي يا ثناء عشان ما تقوليش ان انا ما قلتلكيش، اوعي تشربي منها يا ثناء. وانت هتنزل البحر بالبدله يا عاطف؟ امال وانت فاكره جوزك شويه يا ثناء؟ جوزك كبير قوي في البلد دي، شيل عمرك تعرف الواجب. طب يلا بقى يا ثناء، يلا بقى قبل ما العيال الصغيره اللي على الشط يخلصوا غدا وينزلوا الميه، ساعتها البحر هيقلب مراحيض. يلا يلا يا سنفل، نط انت الاول. يا نهار اسود، انا شكلي دوست على راس عيل صغير وهرستها في الميه. عادي عادي يا ثناء، ما تقلقيش، لما الجت هتتنفخ هيقبل فوق. خدي نفس جامد يا ثناء، خدي نفس اهو، اغطسي بقى، اغطسي يا ثناء. يا ثناء ايه ده؟ انت فين يا ثناء؟ يا جدعان يا جدعان، انا كان معايا واحده هنا. يا ثناء رجلك يا كابتن، رجل ايوه رجلك انت يا استاذ، يا استاذ انت دايس على راس المدام. يا ثناء لا يا ثناء، يا سيدي يا سيدي انت دايس على بطنها، ايوه دي بطنها اللي بتصفر دي. يا نهار اسود، يا نهار ثناء فين؟ ثناء راحت مني يا ناس. يا ثناء يا ثناء. هو المشهد الاولاني ده كان بيتكلم عن ايه؟ مصيف عائلي. طب والتاني ده؟ مصرف صحي.